الله يرحمه هذا حجي كان شيخ عشيرة عن قصد ما أذكر اسمه، توفى بوحدة من مناطق العراق، واحد من شيوخ العشائر التقاله بعارف من العرفاء، هاي السنين يعني ما صار لها هو التقاله بعارف، شاف هذا ولي هذا كم خلصها طلايب وعوسه وركض ويا الدنيا، وهذا رايح من قطع وي محمد وال محمد، قال له حجي أريد أصير مثله، قال له عمي ما تقدر، قال له والله شو تريد أسوي، قال له ما تقدر، قال له شو تريد أسوي، قال له تعوف عملك وتجي هنا يمي بالنجف، قال له إيه ما يخالف، راح لم عشيرته قال عمي الشيخة لفلان وأنا من اليوم عايف الشيخة وهذا المضيف لفلان وأنا راح أشتري لي بيت بالنجف وبعد ما ألفي للمنطقة الكذائية، أنا عن قصد ما أذكر المنطقة ولا أذكر الاسم، اجى قعد بالنجف ليل ونهار مقابل ابو الحسن، اختلطت القطرة ردت للبحر والروح ردت للروح، مو يقول له الروح لها للروح حنت، والجسد رد للجسد، نورانية الجسد ردت النورانية الجسد، قام ما يقدر يعيش ما يطيق العيش، اجى قال له انا بعد شايب عمر كبير هاي الدنيا ضيقة أحسها ضيقة أريد أطلع، المهم خلال فترة مات هذا العارف، إيش قال ورا ما مات هذا الحجي، قال هذا تدرون شلون مات، الله راواه شوية من الطف ومات، شوية الله راواه شوية هسا أنا ما أدري إيش راواه، رواه الحسين من انحنى ظهر على العباس ومات، لو رواه القاسم